جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: مقدم الرسالة الفقير لله تعالى من الرياض. أخونا يسأل ويقول: إذا أراد المسلم أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في عبادة الصوم، فما هي الأيام التي كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها باستثناء رمضان بطبيعة الحال؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، كما قال بعض أصحابه رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخص أياما محددة، وإنما كان يصوم ويكثر من الصيام، وكان يفطر أيضا عليه الصلاة والسلام ويكثر من الإفطار. وإنما حث صلى الله عليه وسلم على صيام 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم الاثنين ويصوم الخميس. كان عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين ويصوم الخميس، وكان يحث على صيام 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم يوم عاشوراء عليه الصلاة والسلام، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر، صوم يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. وكان يحث على صيام 10 أيام من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. قال أهل التفسير إن المراد بها 10 ذي الحجة لما فيها من الفضل. حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، وحث على ذكر الله سبحانه وتعالى فيها والإكثار من التكبير فيها، وكان يحث على صيام يوم عرفة لغير الحجاج، كان يحث على صوم يوم عرفة لغير الحجاج، وكان أيضا يحث على صيام 6 أيام من شهر شوال بعد رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. إذن فتكون الأيام التي يستحب صيامها من السنة أولا 6 أيام من شوال، ثانيا شهر الله المحرم كله أو 9 والعاشر منه، الفضيلة في العاشر ويصام 9 أو 11 مخالفة لليهود، ثالثا صوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، رابعا صوم 3 أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون الأيام البيض 13 والـ14 والـ15، خامسا صوم يوم عرفة لغير الحاج بها، سادسا صوم 10 للحجة. وإذا كان عند الإنسان مزيد رغبة في الصيام فإنه يزيد على ذلك ما شاء الله، وإذا صام يوما وأفطر يوما فهذا هو خير الصيام، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.